الله وبركاته. يتواصل برنامجنا في منصة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة. سقطت ما سقطت صابنا. يشرفنا طبعا انه يكون معنا واحدة من القامات الإعلامية وصديقة الإسفيري لعشرات السنوات والمناضل الأستاذ خضر عطل المنان. أستاذ خضر إعلامي وصحفي معروف، تم اختياره مؤخرا رئيسا لهيئة تحرير صحيفة ناطقة باللغتين الدنماركية والعربية تصدر في العاصمة كوبنهاجن، وبذلك يكون أول سوداني يشغل هذا المنصب في أوروبا. أستاذ خضر حصل على ليسانس اللغة العربية بكلية الآداب ودبلوم في الإعلام، كان قد حصل على الجنسية الدنماركية أيضا بعد أن أكمل دراسته للغة الدنماركية، وصار بعدها أول سوداني أو أول أسمر، أي أول زول من بشرتنا الجميلة دي يقدم برنامج حواري في القناة التلفزيونية الرابعة بالدنمارك بلغة البلد وبالعربية أيضا في راديو الأجانب، ده قبل هجرته الثانية إلى كندا حيث عمل مذيعا لنشرة الأخبار العربية في راديو صوت النجوم الذي يبث برامجه للجالة العربية من العاصمة الكندية أوتاوا، ثم عاد مرة أخرى الإمارات مستشارا إعلاميا لمجموعة الفيصل التجارية بالشارقة ومنها إلى الدوحة متعاقدا مع جريدة الراية القطرية، ثم مترجما بسفارة الإمارات بالدوحة لمدة عام قبل عودته إلى الدنمارك. في العام 97 تم انتخابه سكرتيرا عاما لرابطة الإعلاميين العرب بالدنمارك خلال جلسة ضمت صحفيين وإعلاميين من 11 بلدا عربيا من المقيمين هناك، ثم استقال في العام 2005 وغادر إلى كندا. في العام 2012 كان السوداني بل الأفريقي الوحيد ضمن التيم الإعلامي المكلف بتغطية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته 18 بالدوحة. يذكر أن الأستاذ خضر عطل المنان عضو في منظمة العفو الدولية أمنسي إنترناشونال والاتحاد الدولي للصحفيين. هيكلمنا حاليا عن حرية الإعلام في المرحلة المقبلة. أخواننا ترحيب حار بالأستاذ خضر عطل المنان. شكرا جزيلا والحقيقة أنا سعيد جدا بأكون يعني بينكم هذه الأمسية، وسعيد جدا لما سمعته الحقيقة عن الإضراب السياسي والعصيان المدني وهذه الدرجة العالية من الوعي الذي يعني هو أحد الأسس التي غابت لسنين طويلة، يعني 30 عام ونحن مغيبون تماما كما يعلم الجميع. دولة السودان بالمناسبة كان مختطفة، وكانت الحقيقة مغيبين أهلها تماما عن كل ما يجري في السودان، وبالتالي أنا أعتقد أنه في مثل هذه الظروف التي يعني أنتجت هذه الثورة الفتية دائما نحن نقول أنه طبعا مسألة صابينا هذه كان ده الشعار الكبير المرفوع طبعا، ونحن في أوروبا أنا طبعا غبت عن هذا البلد 30 عاما متواصلا وعدت بعدها، وأنا بالمناسبة أفتخر وأرقص على إيقاع هذه الثورة الفتية، وبالتالي نقول لهم صابنها لا بنهرب منها لا بنبعد عنها، صابنها في العيون حاضننها وجوه العيون خاتنها، ما بنفرد فيها يوم في المناجل عبرة وخرطوم، وشانا يا كل الخصوم عندنا سهرة وما بتنوم وبالذهب وازننها وصابنها. فهذه واحدة من الشعارات التي يعني نالت إعجاب الحقيقة، يعني أنا جاي من أقصى شمال أوروبا، بالمناسبة معظم الشعوب الآن بدأت تحزو حزو الثورة السودانية، لو في فنزويلا حتى في شوارع لندن أغلقت شوارع لندن مثل ما كان يفعل هؤلاء الزوار في المتاريس التي غطت شوارع أو المنطقة المحيطة بساحة الاعتصام. معظم المتحدثين كانوا يطلقون عليها ساحة الاعتصام، ولكن أنا كنت أطلق عليها من 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 اسم مختلف تماما وأسميها دولة العزة والكرامة والشرف، وهي هذه الدولة التي أقيمت في هذه المنطقة أو في هذا الجزء وأمام القيادة العامة. من كان يحلم قبل السادس من أبريل أن يكون هنالك حرية رأي وحرية تعبير وعلى مرعى من القوات المسلحة وأمام القيادة العامة؟ من كان يحلم بذلك؟ ولذا كان هذا حلما جميلا وحلما كبيرا، ودائما كان شعارنا يعني We can do it. يعني في نهاية المطاف إنه قدرنا نعمل هذا الشيء. الحقيقة نحن في أوروبا وفي أمريكا وكندا كأعضاء في منظمة العفو الدولية كنا دائما وأبدا نحن صدى
لكل ما يدور في الشعب في أوساط الشارع السوداني ولا سيما الشباب. نحن الآن يا جماعة مقبلون على دولة العزة والكرامة والشرف، دولة القانون والمواطنة، لا دولة الشعوذة والدجل والمتاجرة بالدين على مدى 30 عاما. نحن الآن بكل ما نملك، نحن الآن يا جماعة نؤسس لدولة العلم، لدولة العلم ودولة القانون ودولة المواطنة يتساوى فيها الكل، حتى إخوتنا في المجلس العسكري الانتقالي، رغم أنهم الآن يسعون للتمدد وليشكلون الحكم في الدولة المقبلة، ولكن نحن نقول لهم أنتم أهلنا وأنتم جزء منا، أنتم أيضا من وسط هذا الشعب، ولكن نحن لا نريدكم أن تحكموا أبدا. أنتم أديتم القسم كقوات مسلحة لمهام محددة وفقا للدستور وفقا لما أقسمت عليه، حماية الأرض والعرض والوطن والمواطن. هنا تنتهي مهمتكم، أما أن تحكموا فإن في العصر الحديث هنالك دولة، الدولة المدنية، الدولة التي يكون للشعب فيها الصوت الأعلى وللشعب فيها الكلمة الفصل، وهي دائما تقوم على المواطنة، على المساواة بين الكل. لا نريد لجنس أن يتهيمن على جنس، ولا لدين أن يسيطر على دين، وخاصة أولئك المتأسلمون الذين يعني تاجروا بالدين وبالإسلام على مدى 30 عاما. نحن في السودان لا نحتاج لدولة دينية، لا نحتاج لدولة يعني تهيمن فيها فئة على فئة أخرى. نحن كلنا هنا يجب أن نبحث عن المساواة، دولة العدل والمساواة هي التي افتقدناها على مدى 30 عاما، 30 عاما وهذا الشعب يتحرك. هذه الثورة التي أنتجت هذه المرحلة لم تكن وليدة السادس من أبريل، إنها استمرت منذ 30 يونيو 89، ولكن عبر هذا التاريخ وعبر كل هذه المراحل كانت في كل مرة تأخذ شكلا آخر، ولكن كان دائما إرادة الشعب هي المنتصرة وإرادة الشعب. ونعلم نحن تماما يا جماعة إنه عبر التاريخ كل الذين قرأوا الثورات التي حدثت سواء في أوروبا أو في آسيا أو حتى في الجزائر وغيرها من الدول التي يعني على صوتها في مجال الثورات، دائما وأبدا الثورات لا تأتي عبر المفاوضات، الثورات لا تأتي عبر القوات المسلحة، الثورات تأتي وفقا لإرادة الشعب ووفقا لما يريده الشعب. هذه هي الثورة الحقيقية. كل الذين بنوا هذه الآمال، آمال هذه الثورة على العسكر، هم في نهاية المطاف هم فاشلون، لأن الشعب هو الذي صنع هذه الثورة، الشعب هو الذي تحرك. ويا جماعة هذه الثورة أو هذه الدولة المقامة الآن هنا هي نشأت على يعني دفع من أجلها الدم مهرا، ونحن نعلم أن هنالك أمهات الشهداء الذين زرفنا الدموع الغاليات من أجل هذه الثورة ومن أجل سودان يسعى الجميع دون استثناء، دون أن تهيمن فيها فئة على فئة. وبالتالي نحن الآن أمام مستقبل قادم يكون فيه المواطن هو سيد الكلمة، لكن يا جماعة بكل صراحة المسألة تحتاج لجهد كبير، تحتاج لصبر، تحتاج لعمل، عمل دؤوب ووعي أكبر. لا بد أن نعلم حتى إعلان مسألة العصيان المدني أو الإضراب السياسي، هذه تحتاج لدرجة عالية من الوعي حتى أنك تقنع حتى ستة الشاي ماذا يعني العصيان المدني، ماذا يعني الإضراب السياسي. وهذه تحتاج منا كشباب أن نقود حملة توعية بمستوى عالي جدا وبصورة يومية حتى نصل مرحلة الوعي لدى الكل، ليعلم الجميع ماذا يعني الإضراب السياسي وماذا يعني العصيان المدني. وإلا المسألة لن تنجح، لأنك ستجد في بعض المؤسسات طبعا يهتكون هذا الحق، لأنه لا يعلمون ما هي حقيقة الإضراب السياسي أو العصيان المدني. فبالتالي وأنا سعيد جدا بالمناسبة أنه أكون وسط يعني هذه الوجوه الطيبة، خاصة في هذه الخيمة المميزة، خيمة الوعي، هذه خيمة الباحثين التي تقود وعيا جماهيريا، ويظل هذا الوعي هو الذي سيحكم المرحلة المقبلة. إذا لم نقود حملة وعي شرسة وقوية وسط مجتمع، ونعلم نحن درجة الجهل التي يعني تتفشى بيننا كمجتمع سوداني، وهذا يتطلب مننا جهد مضاعف من أجل التوعية، ماذا تعني أصلا الدولة المدنية. هذا أيضا لا بد من قيادة درجة كبيرة جدا من الوعي، ليعلم الجميع ما ثلاثة أمور لا بد أن تقاد فيها الوعي، هي الساحة التي يجب أن يكون فيها الوعي، هي العصيان المدني، الإضراب السياسي، والدولة المدنية.
الدولة المدنية، ومناسبة الدولة المدنية أنت في الشارع تستطيع أن تحكم من هو في القصر، هذه هي حقيقة الدولة المدنية في معناها المبسط. أما كونه العسكري ويؤمنون عليها أو يعني أنا طبعا كنت بالمناسبة يعني كعضو في الاتحاد الدولي للصحفيين أو في أمنيستي انترناشونال، أنا كنت ضد مسألة التفاوض، يعني مسألة المفاوضة التفاوض مع المجلس العسكري كان خطأ كبيرا. لأنه والشيء الثاني في نقطة مهمة جدا يا جماعة، نحن أصحاب الحق، أنا ما أقول نحن نعني الشعب، هؤلاء الذين يعني ظلوا يعني مرابطين في هذه الدولة هم أصياد الحق. المجلس العسكري إذا أراد أن يتفاوض يتفاوض ليخلق دولة مدنية بالتضامن معنا أهلا به، ولكن لا ليس ليكون حاكما علينا. وبالتالي أنا كنت دائما أقول إنه المجلس العسكري نحن لا نذهب إليه في القصر ولا في مباني القيادة العامة، المجلس العسكري يأتي إلى منصة هنا، يأتي إلى هذه الدولة التي أنشأتموها في عرقكم ودمائكم. هذه هي الثورة الحقيقية. إذا المجلس العسكري أراد أن يتفاوض ليشارك معنا في مستقبل السودان عليه أن يأتي إلينا إلى هذه الساحة، هذه الدولة التي أنشأتموها، يجب أن يجلس معنا ليسمع الكل ماذا يقول هذا المجلس والنسب، وحتى من فوضناهم في قوى الإجماع في الحرية والتغيير نحن نسمع ماذا يقولون. لأنه يا جماعة انتهى، أنا أعتقد بعد 6 أبريل حينما اقتطع هذا الرأس انتهت مسألة المفاوضات في الصالات المغلقة، الصالات المغلقة والمكاتب المغلقة المكنشة. الشعب السوداني ما عاد يستزيق هذا النوع من التفاوضات باسمه. الشعب السوداني الآن يسعى لبلد مفتوح، يريد أن يسمع الذين يودون أن يحكمونه ماذا يقولون، ماذا يدور في ذهنهم، كيف يفكرون في هذا الشعب، كيف يفكرون في المستقبل المقبل. هذه هي الثورة الحقيقية، الثورة لا تأتي عبر الجيش ولا تأتي عبر التفاوض ولا تأتي عبر الجلوس في الصالات المغلقة. الثورة ثورة مفتوحة، مثل ما أنتم خلقتم هذه الدولة الآن التي تسمى بساحة الاعتصام، وأنا أسميها دولة العز والكرامة والشرف، لأنه بالفعل الآن كل الصعونات وكل الديانات وكل الأعمار موجودة في هذه الدولة الآن. يعني حينما تمر وأنت تجوب في هذه الدولة تلاحظ كل الأجناس من كل الألوان، كل الديانات، كل الأعمار، حتى أولئك الذين ولدوا في عهد المؤتمر المؤتمر اللاسوداني البائد، هؤلاء أيضا الآن هم مشاركون في هذه الدولة التي أنشأتموها بالعرق والجهد والسهر. هذه هي الدولة التي نزعتنا اليوم. الشيء الثاني، الشيء المهم، إنه يا جماعة لابد كل واحد مننا الآن يجب أن يكون رسول للتوعية في وسط أسرته، أخواته، إخوانه، زملائه في الدراسة، جيرانه، كل هؤلاء يجب أن تكون أنت رسول لتوعية هؤلاء، لتشرح لهم ما هي الدولة المدنية، ما هي الثورة، ماذا تعني الدولة المقبلة في مقبل الأيام. وهذا جانب مهم جدا، جانب مهم جدا، لأنه التوعية بالعلم وبأسس مستقبل الديمقراطية هي أساس هذه الدولة. نحن لا جماعة عشنا منذ 56 منذ الاستقلال في جهل تام، لا ندري ماذا يفكر، كيف يفكر حكامنا، ما الذي يدبرونه في الخفاء في الليل، لأنه نحن فجأة نصبح الصباح نسمع موسيقى موسيقى عسكرية انقلاب، مين والله ما بعرف، واحد اسمه مين اللي ومين ما بعرف، نكون نحن ما فاهمين حاجة لأنه نحن طرش في الزفة. ما نحن عايزين واحد لما يجي عشان يتكلم باسمنا لازم نعرف هو مين اصلا، الى اي جهه يتبع، ما هي مؤهلاته اصلا عشان يتكلم باسمنا، ومن الذي فوضه ليتكلم باسمنا. وهذه هي الدوله الديمقراطيه الحقيقه التي ندعم من اجلها. كل الذين يعني فاوضوا الان، حتى في وهذا الكلام ذكرته قبل يومين، كنت في المنصه الرئيسيه اتحدث وذكرت لهم انه نحن ضد مبدا التفاوض، ولكن طالما انتم طرحتم نفسكم يا ايها يا تجمع المهنيين، يا ثوره الحريه والتغيير، طالما وضعتم نفسكم في هذا المجال لتعبروا عنا، نحن يجب ان اولا وقف هذا التفاوض لانه لن يؤدي لقيمه. ونحن الان بالمناسبه في نقطه مهمه جدا غايبه على كثير من الناس، كل ما طال الزمن كل ما تمدد المجلس العسكري، وكل ما استفرر هيمنته، وكل ما اعترف به المجتمع الدولي، وبالتالي تضيح تحت ارجلهم كل مغومات الثوره. لا يعني الان حميدتي يروح الامارات السعوديه، وبرهان يروح مصر، فبالتالي اصبحوا يمارسون حياتهم الطبيعيه كرؤساء دول، لكن نحن كشعب لم نفوضهم احد. نحن ما فوضناهم عشان يتكلموا باسمنا ولا يحضروا مؤتمرات قمه باسمنا. يعني فبالتالي كان لازم ان يقفل هذا الباب، باب التفاوض. نحن يعني انا اعتقد انه الاجدى والانفع ولخدمه الثوره يجب على هو الحريه والتغيير وبما فيهم التجمع المهنيين، يجب ان يضعوا تصور كامل، ان يختاروا الشخصيات المعتدله، الشخصيات المؤهله لقياده المرحله المقبله، وما علي وعلى المجلس العسكري الا التصديق عليها. نعم. يعني هو الحريه والتغيير مع التجمع المهنيين طالما وضعوا نفسهم ممثلين لهذا الشعب يجب ان يرتفعوا الى مستوى الثوره.
هذه الثورة. كونه أنا أروح أتفاوض معك، أنا بالمناسبة أعطيتك حق أنت أصلاً أنت غير جدير به. أنا لا، أنا لا أعطي الحق إلا لمن يختاره الشارع، لمن يختاره الشعب. هنا أنا أتفاوض معك وأعطيك حقه، لكن لا يمكن لقوى الحرية والتغيير والتجمع وتتكلم باسم السودانيين ليناديها حميدتي أو برهان تعالوا في القصر الجمهوري، تعالوا قابلونا في صالة القيادة العام. هذا ليس من حقهم، ولا حتى هم لا يملكون هذا الحق. إذا كنا نحن وضعكم مسيرين لنا، عليهم بالمناسبة أن يأتوا إلى ساحة الاعتصام، أن يتكلموا في هذه الساحة لنسمع ماذا قالوا. عشان كده نحن ضد مسألة التفاوض في الصالات المغلقة، لأنه لو تلاحظوا يعني نحن كان كل مراحل التفاوض ما بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بمثلية التجمع المعني، لو تلاحظوا وكلكم تكونوا شفتوا الفيديوهات دي، يعني لما يطلع بيطلع منكسرين، يعني بيطلع الواحد فيه منكسر، يعني لأنه ما وصل الحقيقة اللي احنا عايزينها كشارع. الحاجة الثانية بيكون بيفكر بماذا يخاطب الشارع، ماذا يقول لهذا الشارع. نحن لا نريد أن لأحد أن يكون وسيط بيننا وبين من هم يودون أن يحكمون سواء في المجلس العسكري وغيره. نحن نريد أن نسمع ماذا يقول المجلس العسكري، ونريد أن نسمع ماذا يقول الذين فوضناهم أو الذين يتكلمون باسمنا. هذه هي الثورة التي، هذه الثورة الحقيقية، وهذه الدولة التي نسعى إليها. وفي مقبل الأيام إن شاء الله، والثورة طبعا مؤكد مستمرة ما في شك، وأنا يعني أتنبأ جدا بأنه بس محتاج الحقيقة شغل. يعني إحنا ما نكذب على نفسنا نقول سقطت، هي ما سقطت بالمعنى المعروف، لأنه المجلس العسكري يا جماعة حتى الذين وصلوا المراتب العليا اللواءات هو امتداد طبيعي، هو امتداد طبيعي لعصابة المؤتمر اللاوطني، لحكومة الإنقاذ، امتداد طبيعي، لأنهم تربوا في أحضان هؤلاء الناس وترقوا إلى درجة اللواء والعميد ومش عارف كلها في ظل هذه الحكومة. وبالتالي من الصعب جدا حتى يعني إذا ما صدرت قرار بتعيين نائب عام ورئيس رئيس القضاء، هذه كلها قرارات باطلة، لأنه من تعينهم الآن أنت وأنت غير مؤهل وغير مفوض من الشعب، هؤلاء يشكلون المداخل الخلفية للمؤتمر الوطني. وهذه الإشكالية الكبرى، إنه المؤتمر الوطني سيظل مستمر عبر هذه البوابات. نحن نرى الآن يعني عبد الحي يوسف ومش عارف الدكتور محمد علي جزوليو، هذه الخزعبلات التي الآن بدأت تطلع، هذه كلها امتداد طبيعي للمؤتمر الوطني، هذه نفسها الممارسات التي ظلت على مدى 30 سنة. وبعدين الحاجة الثانية، يعني هل نحن في السودان محتاجين لإسلام، محتاجين لحكومة إسلامية عشان تعلمنا كيف نصلي ونصوم وكذا؟ يعني ما أعتقد. بعدين في حاجة ثانية، أنت لازم تحترم ديانات أخرى، يعني أنت ما ممكن تفرض ديانة على الشعب في كل الديانات موجودة، في حتى في الشعب السوداني بالمناسبة في من لا يحترم بالله ولا بالرسول ولا، يعني هذه الفئة لكن لها الحق، هي جزء من هذا السودان، هي جزء من هذا الشعب، ولها الحق في هذه الأرض، ولها الحق في تقرير مصير السودان. فبالتالي يجب أن يمنح هذا الحق لهم. يعني أنت حينما تفرض مسألة ديانة غير ديانات الأخرى، معناها أنت بالتالي حرمت الناس من حقوق أساسية، حقوق دستورية وحقوق إنسانية، هذه لا يمكن أن تحرمها منه لأنه هو جزء من هذا الأرض. طيب إذا كنت أنا مسيحي وإنت عايز تطبق عليه شرع الله، طيب شرع الله أنت نفسك ما مطبقه في نفسك، أنت عايز تطبقه في أنا. بعدين من يحمل رسالة أيا كانت رسالة، حتى لو رسالة على الصعيد الديمقراطي، خليك من هنا رسالة سماوية، أنت يجب أن تكون أنت نفسك يعني غيمة، يعني انت تسلك، يعني تكون انت سلوكك نفسها بتعبر عن هذا الامر. فبالتالي انا لما اريك انت بتذكر وتزني ومش عارف ايه وتتكلم ليه عشان الله في التلفزيون، يعني كيف انا اقتنح كيف بانك تتكلم باسم الله؟ يعني ما هو دي هذه الاشكاليه اللي عشنا فيها على مدى 30 سنه، ودي اشكاليه كبرى جدا بالمناسبه. عشان كده نحن قلنا انه الثوره لازم تستمر، ونحن لازم ننتصر، ونقول لكم عشان اشرب يا دكتور مويه. ايوه شكرا. فبالتالي يعني تقريبا الرؤية شبه واضحة، إن يا جماعة نحن نبحث، أيوة عفوا، نحن نبحث عن ثورة، أو نبحث عن دولة المواطنة، دولة الحزب، دولة المواطنة ودولة الحق والقانون، كل المواطنين فيها شركاء أيا كانت جنسيته وكيف كانت ديانته، هو في النهاية شريك في هذا الوطن، وهو جزء من هذه الأرض، وهو جزء من هذا الشعب، وعليه أن تسمع كلمته، وعليه أن يكون جزء من هذه الثورة أو جزء من دولة المستقبل. يعني هذا هو السودان الذي افتقدناه يا جماعة. حتى أولئك الذين يحملون السلاح، أنا يعني كلهم التقيت بهم خلال الخمس سنوات الماضية، كلهم يعني كل الذين حملوا السلاح التقيت بهم في مؤتمرات سواء في أوروبا أو في الدوحة، في كل المحافل الدولية كنت ألتقي بهم دائما. وآخر من تكلمت معه هو صديقي عبد الواحد محمد نور. أنا قلت لهم يا جماعة الآن أنتم كنتم تحملون السلاح ضد جهة محددة، الراس انقطع، باقي جدا زي ما بيقولوا أهلنا. يعني فنحن الآن في ثورة جديدة، الآن في وضع جديد، أنتم شركاء في هذا الوطن، ونحن نغدر الظروف التي حملتم فيها السلاح، لأنه بأمانة هم كانوا على حق،
كل الذين حملوا السلاح كانوا على حق لأنه كانوا يدافعون عن كرامتهم وعن أهلهم وهكذا. طيب الآن الرأس انقطع وباقي الجد باقي جزء الأطراف من الجثمان ونحن الآن نحفر في القبر لندفنه نهائيا. يبقى أنتم لازم تشاركوا في هذه المرحلة، يعني كل الذين حملوا السلاح عليهم الآن اللي أتوا إلى هذه الساحة ويخاطبوا الناس والوضع اختلف تماما. لا بد من أن يكون السلاح أرضا لنفكر في دولة القانون ودولة المواطن الحقة ودولة الجميع فيها شركاء. هذه الدولة التي نزع من أجلها وهذه الدولة من أجلها قامت هذه الثورة. عشان كده نحن نقول يا جماعة إنه الثورة لازم تستمر، الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. شعبنا الأسد الجسر لسه حالف وجد مصر. الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. الله أكبر الله أكبر. لو زمان أيوب صبر شعبي فات وفوق عبر ونحن يا وطني الأغر نحن سيلا وانهمر. لو يمر كم من شهر وندفع الأرواح مهر. الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. لو نموت نفر نفر ونبقى لآخر عمر. الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. أبقى أفهم يا بشر الشباب إصرار وغرر وأفهم يا بشر ما نحن علمنا الشعوب وقلنا لكل البشر. لا استكانة ولا سكوت حاجز الخوف انكسر. الشعب عانى وانقهر وبالسنين راجيك صبر. بس خلاص الليلة غرر. لو نموت بالجملة نحن ويبقى مننا فد نفر. لو جانا عيسى اليوم ظهر ويبس النيل والشجر. الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. لا يهمنا كيف نكون ولا يهمنا الموت والسهر. لو يفوت باقي العمر والرصاص فوقنا انهمر. ما الجراحات العميقة فوقها أتمنى السفر. وبرضو حالفين يا غجر. الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. معليش يا الهوى. لو لا يهمنا كيف نكون ولا يهمنا الموت والسهر. لو يفوت باقي العمر والرصاص فوقنا انهمر. ما الجراحات العميقة فوقها أدمنا السفر. وبرضو يا حالفين يا غجر. الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. الثورة بس ما فيش بديل وغيرها لا حل لا مفر. ما نحن علمنا الشعوب وقلنا لكل البشر. الثورة لازم تستمر ونحن لازم ننتصر. شكرا لكم وبيعطيكم الصحة والعافية. وإن شاء الله صابينها إن شاء الله صابينها. شكرا جزيلا. نشكر ملخص باللغة الدنماركية. قال لك حاجة كده باللغة الدنماركية. شباب طبعا هنا بينموا قدرات. يس فاكتسك بيها الدنمارك دي بيها تو فوسكالي اسبغو. That means there is two different languages in Denmark. Yeah. عندهم the local language and عندهم the اللغة الرسمية يعني. فبقول لهم إنه the revolution the skill بليه هي اللي تزن. Oh, هي اللي تزن the بتوزع skill بليه هي and the skill بليه هي also for the pharmacies. Pharmacies is for early medical something for is Sudan. باختصار شديد جدا يعني انه هذه الثورة ملك للجميع لكل من يسكن ارض السودان. شكرا جدا. ناخذ مداخلات يا شباب لو في اي واحد عنده سؤال ولا بتاع. استاذ خبره طويله جدا جدا في الاعلام والمنظمات الدوليه وعضو يعني طبعا في